أصر أن يأتي لهذه الليلة وللاحتفاء باستقبال كلمة جمهور بريميليتي أشبك. ياسر الله يعطيك الجمهور ويعطيكم الصحة والشكر. أنا يشرفني بزاف باش نكون هنا متواجد في المغرب ونكون مع خوتي الفنانين والممثلين، وفرحان دائما كيكون هنا في المغرب. ربي يحفظكم. والله عادي، غير انا فرحان بزاف بهذا التكريم لانهم عيطوا لي، وانا كل متواجد دائما في المغرب، كل ما يكون عندي كل ما يعيطوا لي نكون متواجد، وفرحان بزاف باش نكون متواجد مع فنانين كبار هنا في المغرب وممثلين هنا في المغرب، وشرف ليا. لا الحمد لله، احنا انا الستيل تاعي اللي نخدمه، انا دائما نخدم اغاني نقيه ونظيفه اللي قاعده توجور الناس يسمعوها والناس يحبوها، والحمد لله هذا هو الحاجه اللي رانا نقدموا فيها، الناس متقبلينها. والانخفاض بالك على مستوى كل واحد كيفاش يخير لي سيجي تاعو، كل واحد كيفاش يخير لي ميلودي والالحان تاعو. لا الراي عنده ناس والراب عنده ناس. بالنسبه ما كتشوفش ان الناس حاليا ولاو كيستمعوا للراب اكثر من الراب؟ لا لا لا، لك انا نشوف انه كل واحد عنده جمهوره، كل واحد عنده الناس تاعو اللي يسمعوه، هذا هو. وماذا بينا تكون هاد لا كونكيرونس مليحه. واش انت استاذنا ما اغاني يكون فيه كلام نهبي؟ لا، انا المواضيع تاعي انا نغني على الامور، نغني على الحب، نغني على السلام، هذه الاغاني تاعي اللي نغنيهم والناس يعرفوهم. جديد الالبوم اللي خرج، ورانا نوجدوا في سينجل جديد قريب ان شاء الله.